رقم الرطائي تختار أقرب شخص لها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. انتشر مؤخرا مقطع لليوتيوبر قمر الطائي من آخر مقابلة لها في إحدى البرامج، وسألها المذيع آنذاك عن مين أقرب شخص من بين المشاهير لها، وقام المذيع أيضا بذكر لها أسمائهم وهي راح تختار مين الأقرب إلها. وردت قمر الطائي إنه أقرب واحد لها هو صديقها مجد بركات، وبعده الفنان السلاوي. ويذكر أيضا إنه قمر الطائي قام المتابعين في آخر لايف لها بطرح سؤال عليها عن علاقتها بمجد، وسألوها هل بينها وبين مجد علاقة. ردت قمر الطائي آنذاك بمستحيل يكون شي بيني وبينه، وتعتبره مثل أخوها الكبير وأقرب صديق لها. وردت كمان إنه هي ومجد بيحكوا لبعض عن كراشاتهم. أيضا قمر الطائي ظهرت امبارح كانت عم تبكي، وكمان طمأنت الجمهور عنها إنه هي بخير.